أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا أيمن الحسن، قاص وروائي، أمين سر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب. درست الهندسة المدنية وعملت مدة 30 عاما في شهادتي العلمية، ولكن الأدب استهواني، فلدي الآن 10 مجموعات قصصية و5 روايات. ولأن الشعر هو ديوان العرب، اخترت لكم قصيدة بعنوان الربيع للشاعر الكبير البحتري، وهو من شمال سوريا، منطقة منبج. يقول في قصيدته: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غلس الدجى، أوائل ورد كن بالأمس نوما، يعتقها برد الندى فكأنه ينث حديثا كان قبل مكتما، ومن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما، ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعما، فما يحبس الراحة التي أنت خلها، وما يمنع الأوتار أن تترنم. اخترت أن أهديكم هذه الأبيات من أجلكم. شيه وان لي.